ثقة المجاهد بأخيه المجاهد. لا أترككم حتى تروحوا، أعيش من أجلكم وأعشق الموت من أجلكم. وهذا كلام أشهد الله العلي العظيم عليه، لا رجعت فيه ولا رجعت لي لا ابن ولا إلى منزل ولا إلى أب ولا إلى أم، إلا أن ينتصر الحق ويقتل إما بظهور المهدي أو بخط السفيان. أو أن يزل كل من يعادي بشار الأسد في هذا العالم. بالروح بالدم.